بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي معكم أعزائنا الطلبة من جديد في هذه المحاضرة السادسة في مقياس القانون الطبي. في هذه المحاضرة سنقف على الطبيعة القانونية لالتزامات الطبيب. يختلف الالتزام الطبي من حيث طبيعته حسب النتيجة المرجوة من وراء تنفيذه، بحيث قد يكون التزاما ببذل عناية في حالات معينة، وقد يكون التزاما بتحقيق نتيجة في حالات أخرى نبينها كما يلي. أولا، التزام الطبيب ببذل عناية، وهي القاعدة العامة يعني المتعارف عليها عند جميع الطلبة. وهنا نذكركم بنص المادة 172 من القانون المدني، والتي تنص على أنه في الالتزام ببذل عمل، إذا كان المطلوب من المدين مثل ذلك مثلا الطبيب في هذه الحالة أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه، فإن المدين يكون قد أوفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية ما يبذله الشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض المقصود. انتهى نص المادة. فالطبيب كأصل عام لا يلتزم بشفاء المريض من مرضه، لأن مسألة الشفاء طبعا هي مسألة غيبية بيد الله عز وجل، وكما يقول المولى عز وجل: وإذا مرضت فهو يشفين. لكنه يقع عليه عبء بذل العناية اللازمة من أجل تقديم العلاج الفعال والضروري لحالة المريض المسعف أمامه، بغرض تخليصه من آلامه أو على الأقل التقليل منها بكل الطرق العلمية الممكنة. أساس هذا الالتزام هو ما تضمنه قرار محكمة النقض الفرنسية الشهير الذي تطرقنا إليه سابقا في 20 ماي 1936، والذي نص على أنه يقوم بين الطبيب ومريضه عقد حقيقي يلتزم الطبيب فيه إن لم يكن بداية أو بداهة بشفاء المريض، فعلى الأقل بإعطائه علاجا يقظا ومتفقا مع الأصول العلمية. هذا القرار استنبط منه الفقه القانوني نتيجتين مهمتين. أولا، أن عدم التزام الطبيب بشفاء المريض عند علاجه لأنه مرتبط بعوامل مختلفة تخرج عن سيطرة الطب والقائمين عليه. والقضاء الجزائري نجد أنه سار على هذا النشف، فقرار محكمة العليا صادر بتاريخ 23 جانفي 2008 ينص بأنه يعني الالتزام ببذل عناية الواقع على عاتق الطبيب، بذل الجهود الصادقة المتفقة والظروف القائمة والأصول العلمية الثابتة بهدف شفاء المريض وتحسين حالته الصحية كأصل عام، ما عدا الحالات الخاصة التي يقع فيها على عاتق الطبيب تحقيق نتيجة. النتيجة الثانية التي استنبطها الفقه من قرار ميرسي، وهو أن التزام الطبيب ينحصر في بذل عناية الرجل الصادق والحريص الذي يستغل كل الإمكانيات المتاحة للوصول إلى العلاج الفعال والصحيح، حيث لا يمكن أبدا مساواة الطبيب المبتدئ من حيث العناية اللازمة مع الطبيب مثلا المتمرس أو يعني المتخصص الذي يملك خبرة كبيرة في مجال الطبي، كما لا يمكن مساواة بين الالتزامات التي يتحملها الطبيب العام مقارنة مع نظيرته التي يتحملها الطبيب المختص، حيث عادة ما يتشدد القضاء في تقدير خطأ هذا الأخير على اعتبار أن القانون والعرف الطبي يفرضان عليه بذل جهد كبير من العناية، وعليه يجب على الطبيب بذل العناية اللازمة في كل مراحل العمل الطبي يعني اللي شفناها، سواء كان التشخيص أو العلاج أو أثناء الجراحة أو أثناء تحريره للوصفات الطبية. دائما في إطار هذه النتيجة الثانية، تنص المادة 45 من مدونة أخلاقيات مهنة الطب على أنه يلتزم الطبيب أو جراح الأسنان بمجرد موافقته على أي طلب معالجة بضمان تقديم علاج لمرضاه يتسم بالإخلاص والتفاني والمطابقة لمعطيات العلم الحديثة، والاستعانة عند الضرورة بالزملاء المختصين والمؤهلين. طيب، هنا نطرح سؤال:
ما هي العوامل التي تتحكم في سلوك الطبيب ببذل عناية؟ أولا القواعد المهنية والمستوى المهني للقائم بالالتزام. ماذا نقصد بالقواعد المهنية؟ نقصد بها هي تلك القواعد التي تفرضها المهنة على الطبيب وما جرت عليه عادة الأطباء في العمل في نفس الظروف، فلا يفرض عليه أو فلا يفرض عليه المريض ضمان شفائه، بحيث يتدخل في الأمر عدة عوامل، منها كفاءة الجسم مثلا، يعني كفاءة جسم المريض، حالته من حيث الوراثة، كذلك حالة إصابته بأمراض أخرى، يعني كل هذه العوامل تتدخل في عملية الشفاء. وفي هذا نجد أن محكمة النقض الفرنسية قررت بعد 34 سنة من قرار ميرسي بتاريخ 26 أكتوبر 1970 على أنه يكون التزام الطبيب موضوع البحث مطابقا للمعطيات العلمية المعاصرة أو الحالية. وفي قرار آخر لها استعملت عبارة عناية مطابقة لمعطيات الطب والعلم. العامل الثاني الذي يتحكم في التزام الطبيب ببذل العناية وهي الظروف الخارجية التي يمارس فيها الطبيب عمله، ذلك أن تقدير مدى العناية المبذولة من جانب الطبيب متوقفة على حجم الإمكانيات المتاحة له، كأن يكون مثلا ذلك في المستشفى مزود بأحدث الآلات والمخترعات، أو في جهة نائية منعزلة لا وجود له فيها يعني من هذه الإمكانيات والأدوات والأجهزة المتوفرة. كذلك يدخل في نطاق هذه الظروف أيضا حالة المريض الذي يواجه خطرا جديا يتطلب التدخل الجراحي العاجل دون نقله إلى مستشفى أو عيادة متخصصة، كما يتوقف كذلك تقدير عناية الطبيب كذلك على عوامل واعتبارات تخرج عن إرادته كمناعة جسم المريض وحالته وحدود التقدم الطبي. فمعنى هذه الفكرة أن الطبيب مثلا الذي يعني الحالة المعروضة عليه تكون في مستشفى يعني مزود بأحدث الحالة أو الأدوات والتكنولوجيا يعني التي عرفها الطب، وبين طبيب آخر ممكن وجد نفسه في حادث مرور يعني في الطريق العام، يعني لا أحد يساعده ولا يوجد لديه أي إمكانيات. فهنا بذل العناية اللازمة من أجل إنقاذ هذا المريض تختلف في كلتا الحالتين. الالتزام الثاني وهو التزام بتحقيق نتيجة، وهو الاستثناء أو الخروج عن القاعدة العامة، يعني متى يمكن مساءلة الطبيب عن تحقيق نتيجة معينة. هنا نقول بأنه نظرا للتطورات الحاصلة في مجال الطب من حيث التكنولوجيا المستعملة في الأدوات والمعدات الطبية، فقد حدث كذلك تطور في منحى الالتزام الطبي من التزام ببذل عناية إلى التزام بتحقيق نتيجة، ومن ثم أصبح يمكن مساءلة الطبيب عن نتيجة معينة لا يرقى إليها الشك، وهي في الغالب الالتزام بسلامة المريض يعني بصفة عامة. هذا الالتزام بسلامة المريض أكد عليه القضاء الجزائري في أحد قراراته الصادرة عن مجلس الدولة بتاريخ 3 جوان 2003، والذي جاء في نصه على أنه حيث أن الضحية كان تحت مسؤولية المستشفى وقت وفاته، ومن ذلك فإن الخطأ المرتكب من طرف المستأنف يتمثل في إخلاله بواجب القيام بالتزام الرعاية والحماية، وهذا ما يجعله يتحمل تعويض الضرر الناجم عن وفاة المرحوم. الحالات التي يسأل فيها الطبيب عن تحقيق نتيجة، أولا مثلا سنعرض بعض الحالات أين يسأل الطبيب عن إخلاله بالتزام بتحقيق نتيجة معينة. طبعا هذه النتيجة قلنا تدخل دائما في إطار الالتزام بسلامة المريض. أولا حالة نقل الدم، حيث يقع على عاتق الطبيب مسؤولية نقل الدم سليما إلى جسم المريض خاليا من أي فيروس مرضي، وكذلك مطابق لزمرة دم المريض. وهنا تشدد القضاء الفرنسي في عملية نقل الدم، إذ لم يعتبره خطأ عاديا أو فنيا، بل وصفه بأنه إهمال ورعونة لكونه قصر في فحص زمرة الدم والتأكد من سلامة الدم المنقول من الأمراض العالقة به، ومدى قابلية المستقبل
أو المستقبل لقبول الدم منه، وأن عملية حفظه كانت بطريقة تضمن عدم تعفنه بأن يكون دما صحيا نقيا سليما. وهنا تنص المادة 261 من قانون الصحة لسنة 2018 على أنه يجب مراقبة الدم الذي يتم نزعه قصد البحث عن عدم وجود عوامل مسببة للأمراض أو العدوى. يعني شوف المادة يعني افتتحت بيجب، يعني قاعدة آمرة. ويخضع وجوبا وتؤكد على ذلك لاختبارات بغرض ضمان المطابقة في مجال نقل الدم. ثانيا كذلك من بين الالتزامات أو من بين الحالات التي يسأل فيها الطبيب عن تحقيق نتيجة، وهي الالتزامات المتعلقة بنزع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية. إذن باستقرائنا لنصوص قانون الصحة لسنة 2018 نجد أن المشرع أكد على هذه الالتزامات يعني بنصوص آمرة يعني قطعية لا تزع أي مجال للشك. وبالتالي هنا الطبيب لا يسأل عن بذل عناية، وإنما يسأل عن تحقيق نتيجة معينة في حالة معينة متعلقة بهذه الالتزامات. ثالثا الالتزامات المتعلقة مثلا بالمساعدة كذلك الطبية على الإنجاب، هنا يشترط القانون فيها أن يكون الزوجين مرتبطين بعقد زواج شرعي أو قانوني، وأن يكونا يعانيان من العقم بناء على تقرير طبي، وأن تتم العملية بالحيوانات المنية للزوج وببويضة الزوجة دون سواهما مع استبعاد كل شخص آخر، وأن تكون بناء على طلب كتابي يقدم أثناء حياة المعنيين. فهنا نظرا لحساسية هذا الموضوع ويعني تعلقه بالنسب وإلى غير ذلك، فالمشرع كذلك نص على قواعد إلزامية وقواعد آمرة في حالة المساعدة الطبية على الإنجاب. هنا خطأ الطبيب يعني يعتبر خطأ على تحقيق نتيجة معينة. كذلك من بين الحالات التي يسأل فيها الطبيب عن تحقيق نتيجة، وهي حالة التحاليل الطبية واستعمال الأشعة. طالما أننا نتكلم عن استعمال أدوات وآلات، فهنا الطبيب لا يسأل عن بذل العناية وإنما يسأل عن تحقيق نتيجة. يلتزم الطبيب هنا المحلل بتحقيق نتيجة بمعرفة نتيجة دقيقة للتحاليل التي تم إجراؤها بسلامة التحاليل ودقته، ويقع الإخلال بمجرد ثبوت غلط فيه، لأن نشاطه مختصر على أعمال يعني مخبرية لا تتضمن أدنى احتمال في النتيجة. من جانب آخر كذلك، فإن استعمال الأشعة في التشخيص وعلاج الأمراض أصبح يؤدي دورا مهما في المجال الطبي. لذلك قضت إحدى المحاكم الفرنسية بأنه أن عدم اكتشاف الكسر في الصورة التي أخذت بالأشعة لا يمكن أن يحمل أو يحمل إلا على أحد الأمرين، كلاهما موجب لمسؤولية الطبيب، فإما أن أهمل في تحري وجه الدقة في قراءة الصورة، وإما أنه يفتقد إلى الخبرة الفنية اللازم توافرها في الأخصائي. الحالة الخامسة وهي حالة جراحة التجميل أو الجراحات التجميلية. هنا نجد أن بعض أحكام القضاء الفرنسي تستعمل عبارات أقرب إلى التزام الطبيب بتحقيق النتيجة. فمحكمة استئناف باريس يعني قضت في تاريخ 7/11/1972 بأن النتيجة فقط هي التي تبرر التدخل الجراحي بهدف التجميل. أعيد، أن النتيجة يعني التزام بتحقيق النتيجة فقط هي التي تبرر التدخل الجراحي بهدف التجميل، نظرا لأن تلك الجراحة لا تستلزمها صحة المريض، فإن على الطبيب أن يمتنع عن التدخل إذا ما قامت هناك مخاطر جادة للفشل ولم يتم تحذير المريض منها. فينبغي على الطبيب عدم القيام بالعملية إلا إذا كان واثقا من نجاحها. على نحو آخر، ذهبت محكمة استئناف نانسي بتاريخ 18 مارس 1991 خلاف ذلك، إذ قضت ب أن الالتزام الذي يقع على عاتق جراح التجميل هو التزام بوسيلة، غير أنه يجب تقدير الالتزام في هذه الحالة بصرامة أكثر مما هو معمول به في الجراحة العادية، وذلك لأن الجراحة التجميلية لا تهدف إلى إعادة الصحة لعضو في المريض أو تحقيق الشفاء، ولكن تهدف إلى تقديم
تحسن وراحة تجميلية لحالة لا يستطيع المريض تحملها. قد يسأل سائل ما هو موقف الشريعة الإسلامية من الجراحة التجميلية؟ فيعني فقهاء الشريعة الإسلامية أعطوا لمثل هذه العمليات أحكاما متباينة. في حالة أولا ما تدعو إليه الضرورة وكان بقصد التداوي، مثلا حالة وقوع حادث مرور خطير يعني أدى إلى تشوهات في وجه وفي أعضاء وفي جسم يعني الشخص، أو مثلا حالة حدوث حريق، يعني كثيرا ما نلاحظ حدوث حالة حريق لأشخاص ممكن في مقتبل العمر يؤدي إلى تشوه يعني خطير على مستوى الوجه أو الأعضاء. فإن هذه مثل هذه العمليات أباحها فقهاء الشريعة الإسلامية وتدخل في إطار مشروعية التداوي. الحالة الثانية وهي حالة المبالغة في مقاييس الجمال مما ينتج عنه تغيير لخلق الله دون ضرورة ملحة أو من أجل غش أو تدليس الناس، فهي تدخل في دائرة المحرم. حالة أخرى تدخل في التزامات الطبيب بتحقيق نتيجة وهي حالة التركيبات الصناعية، مثلا البروتيز، فمثلما هو الحال بالنسبة لطبيب الأسنان الذي يتعاقد مع مريض ما بغرض تجهيز أسنان اصطناعية وتركيبها له. ففي هذه الحالة تثور مسؤوليته إذا كانت هذه التركيبات غير ملائمة للمريض، وهنا التزام بتحقيق نتيجة معينة هي تجهيز طاقم أسنان ملائم لحالة المريض. يعني لا يمكن هنا أن يقول الطبيب أنني التزامي هو التزام ببذل عناية، وإنما يجب عليه تحقيق نتيجة معينة، هذه النتيجة هي تجهيز طاقم أسنان ملائم لحالة المريض. طيب لماذا نفرق بين هذين النوعين؟ هنا نذكر فقط القواعد العامة من حيث الإثبات. ففي الالتزام ببذل عناية يتعين على الدائن أن يثبت خطأ المدين بأنه لم يقم ببذل الحيطة والحذر اللازمين للوصول إلى الهدف المطلوب، فيثبت مثلا الخطأ بتوضيح حياد الطبيب الملتزم عن مقتضيات الفن الطبيعي. أما إذا كان مضمون الالتزام تحقيق نتيجة فيجب على الدائن إثبات أن المدين لم يحقق النتيجة المتفق عليها، سواء يعني تحقق جزئي أو كلي، وعليه لابد أن يثبت المدين السبب، يعني من جهة المدين يمكن أن يتنصل بإثبات السبب الأجنبي الذي منع تنفيذ الالتزام أو جعله يتأخر في تنفيذه أو ينفذه بشكل معيب لكي لا يحصل منه التعويض بسبب عدم تحقق النتيجة المطلوبة. التنفيذ على المدين بالالتزام ببذل العناية القيام بالجهود اللازمة للوصول لتحقيق العمل المتفق عليه بتنفيذ الخطوات المؤدية له، إلا أن العمل المتفق عليه لم يتحقق، فالمكلف بإثبات عدم التنفيذ هو الدائن، بينما في الالتزام بتحقيق نتيجة يجب على المدين إثبات أنه نفذ العمل بالشكل المطلوب، لكن السبب الأجنبي كما قلنا أو القوة القاهرة أو فعل الدائن نفسه هو الذي حال دون تنفيذ الالتزام المتفق عليه. إذن بهذا القد نكون قد نهينا أو نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه المحاضرة، ونضرب لكم مواعيد في الأسابيع المقبلة بإذن الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.